بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة، النهاردة بنقدم لكم كل هو ما جديد وجديد. بس طبعا قبل ما نتكلم في أي حاجة، ما تنسوش تدعمونا للقناة وتعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة. النهاردة جبت لكم منتج جميل جدا ورائع، وهو الدش المضيء. طبعا ايه الدش المضيء ده؟ ده طبعا زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بيكون بالشكل ده. ده طبعا دش بيعمل 7 ألوان مختلفة في المية زي ما انتم شايفينهم بالأشكال الجميلة الرائعة دي، تمام؟ تعالوا نشوف شكل الدش من الداخل شكله عامل ازاي. طبعا هو بيجي بالشكل ده، وطبعا المية بتدينا ألوان عن طريق القطعة الفسفورية اللي الداخلية في الشكل ده كده، تمام؟ بتدينا 7 ألوان مختلفة زي ما انتم شايفينهم على الصورة بالشكل ده كده، تمام؟ ده بيكون شكل الدش المضيء، جميل جدا ورائع، بيجي بالتقفيل والستايل والتصميم ده، تمام؟ لو حابين تستفسروا عنه عن اي شيء بتسيبونا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. بيوجد شحن لدينا في جميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناه بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الجميله الرائعه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.